الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الدرس الثالث من كتاب المقدمة الأجرومية في علم النحو وفي القواعد العربية للشيخ محمد ابن داود السنهاجي رحمه الله تعالى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين، علامات الاسم اسمي على مديه سوى هل كان قبل الله وإن باب كان باب الكلام ليرا هو كان صور إن يصدح مسألوك أهلي ولماذا قارن باب بيكدقر باب الكلام بيوبحيين قار باب كما اينا ديجين كوا باب كدغه waxay dheen baabkan inta ajrumigu uu kaga hadlay waa saddex masalo. Masalada koowaad waxay taariifu kalaam nahwiyin nahwulay kalaam kooda in la qeexa maxay kalaam u yaqaanaan taa uu ka jawaabo wuxuu yiri wixii afar shardi laga helo ayay nahwulay kalaam u yaqaanaa. Al kalaamu هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وهي أفرت عشر دي لغا هلوها اللفظ يا المركب يا المفيد يا الوضع أفرت عشر دي وهي لغا هلو نحولي أكتر هذا هو كلام كلام النحويين كاو مسألة اللبادة وكهد لي وحوها باب كان وكهد لي شيخ أقسام كلام النحويين نحولي كلام كوض ميقو قيب سما وصد حيري اسمي فعلي حرف حرف معنى وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ما أنت عشر كصدحات وحلوغة بالآمن أيها مسألة دي صدحات باب الكلام وكهل ليوه علامات الاسم اسمي على مديه سكسو حولاليه يا علامات الفعل يا علامات الحرف يا دي اللي حرف علامة وليها علامة ما لها واية علامات الاسم وكب الله مركة إن اسمه وسهر مريوة لشرفه وكشرف بدنها لبضع قيبة كلا فعلك يا حرف. فالاسم اسمه يعرف وحال وقنسني هو اسمه بالخفض حصدك والتنوين لبا شقل وحروف الخفض يحروف توحوص لكتا. فالاسم اسمي يعرف وحلو وقوصني هو اسمي بالخفض يحوص لك يو التنوين لبا شقل يو دخول الاليف واللام اليف يلام جليد الكاو حاكا في غنابا لشيخون لو دخول ال ان روح باللغة وحمودي كرا اليف نهال لامنا هل كلا سعود لغا موضا ال اسلا سعطوه ال ودخول ال باسحنيد با لانو دهار نبيري ودخول الاليف واللام ودخول ال با دي ال اني قشو ايا وحروف الخفض حروف توحوص لك هل كان شاق وحوك يري اسمي وحالو اقونس دا اقونس دا مركو كليه وحوكو دا يتميز عن قسميه لبا دي قيبه كلا وحوكو سعما ها هذا هو حاد وذاتي رياد وذاتي نين إذو وطا اسكو من مياه أما هذا اللفت هذا بالرياد وذاتي رياد نين كلا وحوك رياد وحوك مذاب عادي يميد مذاب اسكو وجرة ها وعدين كلي أسافي عن هين عدين كو وحكو درسي أما نين با وحوك عمامات قدودة نين عمامات عاد نين عمامات مذو ماشي صدح بقى تالي اسمي يا فعلي يا حرف اسمي وحلوة قوصة دا مركو كليه لبدي سي ولال او فعلي يا حرف وحكي سعيني هاو حقين ولال وقوها يعني اقسام الكلام بيكوذ الترسين مركا يعرفو دا وحكو دا اي يتميزو وحكي سعيني هاي عنا خويه لبدي سي ولال الفعل والحرف فعلي يا حرف وحكي سعما. فالاسم اسمي يعرف ولا قصدا هو اسمي بالخفض حصرك بالغو قصدا وحي حصرك هو اسم
والتنوين لبا شقل تنوين ولبا كردق لبا هوسدق لبا قد وحلا دارة وا اسم ودخول الالف واللام الجليدات وحي الغى شهرك غشنا سيدا اليوم المال المدرسة المعهد المسجد الشارع عشاء النقطة قمرية أما الشمسية واتقرنا ألبه ديقش واسم وحروف الخفض هي حروف توحوص لكت شاقو هلقا وحنو شاق اسمه أفر على مولو قرنا بالخفض يحوص لك والتنوين لبا شغل ودخول الجليدات وحروف الخفض حروف توحوص لك أفرتا على علماء وحيدين لما هريكا قلان اسمي لما نقضال لما هريكا قلوا وآل إيو حروف الخفض حروف توحوص لغا إيا آل اسمي وحيكا قلان هري لما اسمي قضال بيكا قلانو والخفض حوص لغا اللفتيس إيا التنوينك أفر علامات هاي ساسوما واسمي الوقرد وحونا كغا صعما فرتا علامه فعل يا حرف بسم الله اي افر علامه انه هلكن كو هينا مرك علامه كلمه جرتا علمادو وحينا علامه كلو شناد او ولي من اي وان او بخيان انفع العلامات علامتها ميده او نافع بدن با جرتو لو يقان الاسناد 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 تيرين وي هذا ضربت تاذا واسم روحا وحوكو يرين اسم تاي بل اي شرح تاذي ما هو صدقنا تنويننا ماله ألا مجلين حروف الخفضنا مجلين وانا اسمي باتر اجرومي قرى افرتا على موشيك مركا وحادي علامة شناد باجرتو لها الاسناد سين نون الف دال الاسناد تيرين وهي انفع العلامات بلا وعلامه هو نفع بدن علامه ويستدل بها وحالو دليشدا على اسميه التاء تا ضربت كجرت اسم نمده تنا الدليل وحالو ضربت وان قرع مركا له قرع يا لو تيري صوت اسمع قرع عن دن يا لو تيري تا بس ضربت انا قراعاتي اما ضربت على قراعي روح با وحوكي مرك علامته اجرومي افر بها هوسدق يا تنوين يا ال يا حروف الخفض ضربت هنا اسم تاع حقك كانت كير تاداس تادا وي مراد اما هو هنا اسم تاع وحدي وحا كجره وحله اسناد تيرين ضربت قراعا دوحا لو تيري تاداس وهو قائم باتين ننكي مغنى واتاقين استاقيا الله تيرين عيا هو ننكى المغنى مركا وحالو يغانا الاسناد تيرين على مضاها اسمي يكمت ضمائرتا وحبضان وكمت اسمي النمضو ذو حالو دليشنا واسناد كاس واتيرين تاس فالاسم اسمي يعرف هو لقرتا هو اسمي بالخفض حوصلك بالو قرتا والتنوين لبا شغل تنوين محوية الخفض يا الجر لبضا وهوصري وعبارة البسريين يا عبارة الكوفيين مثلا أنا أنت نحو ذا كجر توقو إمانا يسايو بسريين يا كوفيين وحالك وذا اللبا مقالو عراق كنت اللي بأجرت مقالنا بصرا اللي ديه دري احتفظت باسمها مقال عيدا ولي واحد سطح مقالنا كوفا لديه جريو اندى ثرد وي باباضي كما قال اهان مقعوا باباضي مقالو ينكم بمرور الزمن تاريخ الوقع تاماركي حل دار اي سو مران قار مقعو دي بيولي هايستان احتفظت باسمها بالاعتاس مقعو دي بيولي هايستان مقالنا اندى ثرد ويسكا باباضي سا بوسكي هجري لكن مقعوا باباضي مقعيا كلا الله بحنايا مرك نحوذو لبضا مالي كحنا قاضيبا بصرية كوفا للدهجر لبضا وحيا مدينة تاني في العراق لبما قالوه
العراق ويالا مركا منا بصرة اللي هجري منا كوف نحو ذا يا صرف يا بلاغة وما شيء كهنا قاعد ودكو يا رتوي ولما بلن باكا صوب حي ولما بالمناسبة وحينا بصريين يكوفين هذا إسخبتان ما يلبدا وحا راجح بصريين بصريين تو عربنا وما بلنين عفوا بصريين تو حي حي أصالة نمانا عن عرب أهين أصالة لكن لغة عربية برت سيدة خليل من أحمد الفراهيدي أصالة عرب ما سيدة سيب ويه بصريين تو حي وبنايان نمانا عن أصالة عرب أهين أصالة مركي ليه أما ولاء يا الضونمية وحبي صامرة أما أوي أويال كودي هرها فرص بيها مالك ذيك السوجي ذي مالك وضع كدي باللغة العربية برتا كوفيين تو عربي أبناي كوفيين تو أصالة عربي أبناي مركا لبدا مقال ما دام إن نحوذ كهنا قاضي يقودها اللغة العربية نحوذ صرفها بلاغة أيا بسريين كوفيين ساسا لغة وضع magaalooyin kale oo ka hana qaaday ma jira miya taariikh nahwu iyo hada inaka taariikhdi kuma jira laakiin magaalooyin kale ka hana qaaday midna waa andalus oo ibnu malik uu ka soo jeedo alfiyaha midna waa masar oo ibnu hisham ka soo horjeed nahwu macnaheed waa afarta magaalo weyn basriyiin iyo kufiyiin oo caana iyo andalus waxa ka soo jeeda ibnu malik iyo ibnu hisham oo masriya مرتا أفرتا مقال لكن عان هدي اللي يراه ذو وبصرة إيا كوفة وحوير مركا شيخو هل كان التنوين لغة لغة هان تنوين التصويت وصاد وعضين ودوق من نوان الطائر شمبر كيبا السودي وإذا صوت تنوينكو حق اللغة وعضين ودوق وصوت التنوين لغة التصويت من نون الطائر شمبركي ودواقي شمبركي وسوديي شمبركي وعذيي إذا صوت واصطلاحا عقا اصطلاحا نحو مركي لجوغ يا مركي لجوغ علم التجويد وحيربع الدحي نحو ليكو حنكودي واصطلاحا تنوينك ونور ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا يكون انتهى سكر ونور بن محمد مركي الله نور بن ويرس لكن لما قرأي نور نور ساكنة بن زائدة زيادة تلحق حي على شاء آخر الاسم اسمي آخر كيس لفظا أو قهان تجويدك هو وصلا بو هلكا كدر الدون وتفارقه ويكتكتا خطا لقالك ووقفا بو كدر تجويدك نحو مركا جوكت الله وحظون ليه التنوين اصطلاحا حق اصطلاحا نون ساكنة زائدة تلحق كتب تقاركو تتبع هذي كلها راعي سوى واسكم اما تلحق هليلي سده اما تتبع راعي سده واسكم تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا مركز قاركود إلى طبان قيب جارسيا هذا تاو مباهند وقاربا وحي جارسيا أقسام التنوين عشرة إلى طبان تنوين توحان ربنا عبارة عن ضمتين أو فتحتين أو كسرتين واللي بقود لبا كرق لبا هوسرق اسمي قشاء آخر كينك قشاء فالاسم اسمي يعرف وحلوى قنصني هو اسمي فالاسم اسمي يعرف وحلوى قنصني هو اسمي بالخفض هوصلك هدي بالجر على ركتنا وحيكل عبارة البسرين عبارة الكوفيين جر وهوصلك خفضنا وهوصلك مركة جر وعبارة البسرين خفض عبارة الكوفيين شاقا وحقيقة ترسنا أجرومي سوارت اللي بدأ مقالة منا كما سوجيه سو فاس بوك سوجيه ودن كان مغرب هذا اللي أمام مراك يوها سو شيخ الله أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي
سو بصرنا ما أهين كوفنا ما أهين لكن لماذا مقال مركي بصري وكوفة لقوليه ولماذا بصريين تلقى موضة إنا بصريات دقنايين مذهب كبصريين تي مذهب واحد مذهب مركي لقوليه كوفيين إنا كوفة دقنايين معه مذهب كي كوفيين تروح عن قباو إساو مركا وحود وكوفيين عباروين بضانو كوفيين واستعمالو بالخفض إذا كمت مركا مذهب أهان تعثر وحكو تعثر ولماذا قار ركوبة دارين إنو كوفيين أها مالهان لكن وحكسو جدا فاس ودن كمغرب لها ومروكا فالاسم اسمي يعرفوا على قوانساني هو اسمي أولاله أكاق السعمي أي يتميز عن أخويه بوليجر تعبت سنيه لبدي سوال الحكاق السعمة الفعل والحرف بالخفض حصرك والتنوين لما شقل وحروف الخفض حروف توحصرك فالاسم اسمي يعرف على قوانساني أولاله أكاق السعمي فعل حرف وحكي السعمي بالخفض هوصدك والتنوين لبشاقل ودخول الأليف واللام اسكو قبا ألقلي ديد أل ودخول أل باسهل نيد بالإنوده وحروف الخفض يحروف توحوصدك والإسناد وبالإسناد يطير إسنادنا علامة دشراد واللوبة هي أفرتان علامة أجرومي ووشيغي لبا هريب اسمي كجلان وعلى حروف الخفض لبا اسمي آخر كجلانه وخفض اللفت هذا يتنوين الخفض هو صديق اللفتيسة يتنوين اسمي آخر كجلانه عشاء حروف توحاصل جانا هري وحروف الخفض حروف توحاصل وهي حروف الخفض من وي وإلى وي وعن وي وعلى وي وفي وي ورب وحروف إن اللغم ملاه ورب وي والباء وي والكاف وي واللام وي وحروف القسم وحروف الهصر والنسخام وحروف القسم دارت حروف تيدي وهي حروف القسم الواو وي والباء وي والتاء وي ألغن شاق وحوتا حروف الخفض ورطما إنتن كليام انت انا يقول بدين لكن كواك لو يجران حروف الخفض يقول انت انكلي اماها انت يقول مشهور سن لكن واك قدال حتى كواك لو كقدر الدوناء باو المخفوضات وبالمناسبة وح سهلا اسمي وحوه انقاطا شيخا نوصو وذيب كفر نعمين قد ايا كردق ايا هوصلق هوصلق ووحو خاس ليه وفعل حرف وكغا صعمي اسمي هوصلي وحيدا سد حميد بوكو هوصلي حروف الخفض حروف تيادة وحوصلي بالإضافة إضافين وكوصلي مضاف إليه يبي التبعية إنه اسمي هوصلي راعي انت بقران كمعجزين ماذا سوى حالك هلالي بسم الله الرحمن الرحيم باسمي وحيكو أصري أنت بعض حروف الخفض الله إنا وحيكو أصري أنت مضاف إليه وي. الرحمن يا الرحيم إنا تبعي ونعت وصف راعد مالك وقران كمعجزين مديس اسمي أصري ومصدح لبك لو يكون دران وحيدها مجاورة يتوهم لكن واحد يسكوا فرسيها اسمي أصري و وصدح راس مبالغو هوس ديغاي حروف الخفض هلكن مركان كب لاوين نحو ذا صدح ذا شقي قواتان نو بلاوان نحو ذا دن علمي نحو ذا لو شي صدح شقا لا ربا ان اد كفاد وصدح شق محي صدح شق القواعد الامثله الاعراب نحو ذا دن لو شي وانت القواعد ما أنت وحان ري الفاعل مرفوع فاعل إنه يهمحانه قاني وقذيه وقاعدة لقولي هدول عندنا مثال كمل قام زيد مات زيد إنه قذيه وارك
هدر إعراب ألوية قام فعل ماضي باتل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل وقام مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره. نحو ذا كراس عن الوشي وصدح ظاهر وقواعد هي مثال هي إعراب ما لقرد من بلو إلى نماذ وحاسب كراس عن قواعد كلام وحيا سما سأفر شردين لها لسماي قواعد مثال يتصال كم بالغد مثال كانت كانت لفتي سإعراب نحو ذا نلص عن يسير نلو شيء وصدح ظاهر. هل كان أمرك وحان نوغب بالله وانا إمانت مثال الذي يعرفت فرقا انتو وراء وحيرك قادنا إنا دام مالمهن أن يرين إن شاء أن يرين إنه عشرك. وحروف الخفض حروف توحوص لغا وهي حروف الخفض من وي وإلى وي وعن وي وعلى وي من نوصوغ أمرك من بان ربنا هورتا من هديهن من وا اسمي واحلا را من وي من ها ماركا من ما انت مراد كينا كشرحينا لكن ايرو هولاك لو علمادو كبحينا وايرتو سالين دون ماركا وحادا من ومن معانيها الابتدائية من ومن معانيها معاني ذي ذا وحاكم ذا لقوه معاني ذي ذا ما وحاكم ذا الابتدائية طب اللو ماشات صعود ككب اللو ذي ماشات هوش كب اللو ذي ماشات صفر ككب اللو ذي من ومن معانيها الابتدائية من معاني ذي ذا وحاكم ذا باللو إلى أقر حدنا إلى إلي أقر إلى إلي لوضع حليل بإليه وإلى إلي بعض القريسة ما قرأت. ومن معانيها الانتهائية والله كتب تقارن النسبة وكذا يعني الابتداء يا الانتهاء بيكسبا مركا الانتهائية هذه الياء النسبة القدرة الانتهاء بس هذا ظهر دب ملح. وإلى ومن معانيها الانتهاء رماد يجب جبول من مركم حينو فائدي سي باللو إلى محي فائدي سي رماد من ومن معانيها الابتداء إلى ومن معانيها الانتهاء نحو مركواك مثال كبالر نحو ذا نحو لينو شيقي سنة نحوذ إلى أفر معنى كوهما تاقارنا ويكبضي لكن نحو مركي النحو اللي جوا مثل بعلاقة وضع نحو لمدو نحو قولك هذا لك أوح لمد نحو معاني بضم بكوهما لكن نحوذ مركي اللي جوا نحو ومثل مثل قولك نحو قولك كقولك وإسلام مركا وحادا نحو قولك كتبت وحاكم سرت من البصرة إلى الكوفة هدادا سرت من المسجد إلى المدرسة سرت من المسجد إلى البيت سرت من البيت إلى المعهد وأسكم عندك هو مديدش وحاول للربي فيري إنا أنفهنا من معنى هذا إنه كم ذهب باللو عشان صعد كم باللو سرت وان سعداتي من البيت قريقا لغا صوب بالله إلى المعهد لغا سوغان صعد كاي عالكان وكونا مال سافرت وان صو سفراتي حاجاتك صو سفرتالي من العراق لغا صوب بالله إلى الصومالي من توحاول الربعين ان اغان وماشو صعد كوكب اللوضي قرآن كالضفير سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وما شو قبل الله سبع دلمين إلى المسجد الأقصى الذي مركب من معاني ذا وحاكم ذا الابتداء بالله إلى أنا معاني ذا محاكم ذا الانتهاء مركب الله من معانيها وحاكم ذا الابتداء نحو مركب من نصوقه
كتبتك كأنت بدن كيال ما دام النحو كهنا قاعد بصري كوف قاربا وحالك أركي سيرتو من البصرة إلى الكوفة مركي هل كان لمرا الروح باللغة وحاكو أنفعي كتاب لها الدحلاني بهجرة الدحلاني بسم الله دحلاني مركا أنكو بالأولى نحوذ وحيديد علمه دحلاني أفقاب ها أما دحلاني أفيارة مركي أفقا وأفقا بيا كتاب كله ليها أما وأفيرية دل عين يا عامين كما وضان كتاب كان ما شرح بالنوي مركا وحيديد جن سجاي أفقاب سجاي أفيارة مركا نحولي ذي هرا مفقه ذي هرا الصومالي ذي عضي كلهان كتاب كان وأفيرية أما وقف جامية شريحي سما بنا على جوال عبين كم اسكا اسدلاح ما اسكاي مركز دحلاني وهل عرهم بكرة يا روح باللغة مثال هذا أنا صو إنه وكاني وأنا إعرابي إعراب ير مركز ماشي أنا كلو أكون في عين عشماوي وأكون صو هذا كان أنا نجوا توي كان سو كتاب وين بضوة قواعد يمثال مركز قار تحليلات تعليلات أرمى بضم بقلا يا كان تحفة سنية سوى معاصرة أما ذلك يسكون ليه دوا أنفعيا سيرة كوم بجعلها إنه وش لكن هذا بالله تام ما شاء هذا عن مرة إنه مثال هذا روحي بالله وح أنفعيا دحلاني دحلاني أفيرة لو وقف جابينها سو شرح بضم مر مركز سرت من البصرة إلى الكوفة نصوقه سرت فعل وفاعل بعدين مراد كأنه ما أمان وحيكلوا النحو ذو هذا وحلا محل الشاهد أما بيت القصيد أما محل المراد أما مربض الفرس من كدوني كعبر وجدد وحى مثال كهذا سرت من البصرة إلى الكوفة سرت مراد كأنه ما هل كان مركان جو مراد كأنه من البصرة إلى الكوفة أنت أصلا خصيصا إنك هذا مركب محل الشاهد بإنت ويقانا أما محل المراد أما بيت القصيدة وجدد وعنت سرت فعل وفاعل ده مراد كأنه ما أهمات من البصرة من حرف جر ده من حرف جر البصرة اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره من حرف جر البصرة اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إلى الكوفة إلى حرف جر الكوفة اسم مجرور بإلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره سرت من البيت إلى السوق بعد سرت فعل يفاعل من البيت من حرف جر البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره إلى السوق إلى حرف جر السوق اسم مجرور بإله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره من مركان ومن معانيها الابتداء أما الابتدائية باللغة معاني ذا كمذا ما أنت وحا رمنيو لكن من معاني ذا وحا كمذا وحل البيان عدين وحا كمذا التبعيد بد حاف حاف إنا يتوس ما قرأت لا يعلمهن أين أغيم بالنبي وير كثير إن بضلوا من الناس ذاتك كمذا إن الحلال بينه وإن الحرام بينه وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ذاتك وحكا ومن الناس ذاتك وحا كمذا صلى الله تبعيدية لأتا برد بيشيكي سبرد مذ وحاجر تبيانية ليا من الجنة أهبت الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة جنة كانت بياني ناس بياني مد زائدة لها جرى زائدة قرآن كان كستون زائد الله قال إن قاركونا حولي ما جاءنا من بشير ولا نذير بيكان من بشير أي بشير بلغة وضعين قرآن كان لكن زائد الله ما قال لكن عربي وعقوب بضانت مد عن النكو ربنا ما تألي ابتدائيا كسوقبسا من ومن معانيها وحاكمها ومن معانيها من تلفت هذا حدا ومن معانيها آيات تبعيدية ومن معانيها معانيها وحاكمها الابتداء
إلى ومن معانيها الانتهاء نحو سرت من البصرة إلى الكوفة وعن بانجلنا وعن ومن معانيها المجاوزة بالله المجاوزة لام القمرية الميم جيم وميم جيم ألف واو زاء تاء مربوطة المجاوزة وقد بيد أما تلو شيء مالو يالي كقد بيوة عن ومن معانيها المجاوزة وقد بيد قد بيد عن ومن معانيها المجاوزة قد بيد نحو رميت السهم عن القوس رميت وان قنات لي السهم الليبكي عن القوس قان صد حقا مركي ورا قان صد الليبكي واي سران سوما مركا قانت من سران الليبكي واي تغي سوما المجاوزة قد بيد واساس المجاوزة قد بيد تلو نافد الليبكي قان صد سران سران واد قانت الليبكي وابح رميت السهم عن القوس رميت فعل وفاعل بعده السهم مفعول به منصوب وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره انت محل مراد كأن ما وجدت إنه ما عن القوس مركز سوق قاعد محل شاهد بعده وجدت وأنت ما أنت أنت ضربت عن القوس بيت القصيدة وينال وجدت محل المراد مربض الفرس فرسكم ايشو كحليني هالكم جيدده وهالك رميت فعل وفاعل السهم مفعول به منصوب علامة نسه فتحة ظاهرة في آخره عن القوس عن حرف جر أربع قصة درى مبنى على السكون لا محله من العراب حرف ونبى إعراب شقا كمال والحروف كلها مبنية وصوم الرأي حرف ونبى الإعراكتي ومبنى مركع عن حرف جر وقوف لانت هذا مبني على السكون لا محله من الإعراب نواه صفة فاهسة حرف ودن إعراب شقة وكمله والحروف إلي عركتي كلها مبنية حروف ماشي الوارك مبني هبك لقال والحروف كلها مبنية عن القوس عن حرف جر القوس اسم مجرور بعن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره عن القوس عن حرف جر القوس اسم مجرور بعن وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره حقدك وعلى حرف كي أفراد على ومن معانيها الاستعلاء بالله على أنا علي بالله ربا على والسكوح جاء قرآنك على وحاجرت على لا ملف ودك ما يسوى ما ما هيسا يا إن فرعون على في الأرض وفعل تاس على وكر نغضي ووائس كبري تا علي ما وحل الروا على وعلي أوي أما على نوغها وائس كميت بلاغة الجناس بلوية الجناس ما اتفق اللفظا واختلف معنا لفظي أهان وائس وافق معناها واكل الدوية مركز الجناس بل الجناس كالتام بو نغضي يا ناقص ما اتفق اللفظا واختلف معنا مرك على ربنا علي وعلي على لام ألف قرميسة مضاف فعل ويجوني جوني وعلى مرك على علي بدو قريسة ومن معانيها الاستعلاء على معاني ذو حاكم ذا السرين كرين على ومن معانيها الاستعلاء نحو ركبت على الفرسبة ركبت وحام فولي أول كري على الفرس فرس كدوشيس ركبت على السيارة باور ككركي سانكور ركبت وحان كري عياتري على سطح البيت قريق الدوشيس وما شاهد أنكو أغنى سنة نوح وقريق كركي سوما قريق كركي سوما على ذو مركة كركاسي فائس وعليه كركيس وكيده جريب على الشيء شيء كركيسة على ذي بالله روائن لفصير موقت مركة على ومن معانيها وحاكم إذا الاستعلاء نحو ركبت على الفرس ركبت فعلي فاعلوي مراد كينا مهما على الفرس محل شاهد كواك
بيت القصيد هو محل المراد هو مربض الفرس وجيدهن وعلى الفرس مات على انه هوس لكتو يا هوس لكتا اسمي اسمي وي هوس لكت الفرس يا هوس لكت قران كو على الله وذرت وعليها وعلى الفلك على الفلك ده على انا هوس لكت ركبت على الفرس ركبت فعل يا فاعل على الفرس على حرف جر الفرس اسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره على السيارة باتي على حرف جر السيارة اسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وحاتري أوكال على الطائرة ديارة الدوش يدان فول على حرف جر ركبت ذي بأوذ قدره على الطائرة على حرف جر الطائرة اسم مجرور بعلى وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره مدك لنحو ذا إنه كوب بحض مرة إنا أتفان وقسك الدذال هديه معلنك يا مشيخي كسيا ركبت على الفرس والقرآن كوكو أركتو عليها وعلى الفلك على الفلك إذن إيقدا ميال لا ما قال المياه ما هو إنا دا على الفرس بي لحكم تهي لا إعرابت حاجة إعرابك إسكم مت ما فان من البصرة هذه لوسية ومن الجنة أدرك أنا من البصرة وأن قرنا مياه ده ساكلي ما هو إنا دا هو من الناس بعد أركتي من الجنة بعد أركتي وإسكو إعراب مركة علمي النحو ذا وحكم بحا وقس على ذلك وحي سلوال إسكي قياس خاتا وقس على قام زيد هدار وما لندما أدركت أكل محمد محمد وحور يا الضعام أكل فعل ماضي محمد وفاعل أما قعد وحضرت علي علم فريستي قام زيد بس ميال هينيسا ميما هينيسا وحلا كان وعلم إن شاء الله تعالى هل كاسان كسمينا إعلان يربينا بحنينا والله سبحانه وتعالى أعلم أحكم الله التوفيق سبحانه